القارئ الكويتي فهد الكندري من مشاهير قراء الكويت وأحد أئمة مساجدها الكبيرة، ساقته الأقدار إلى حفظ وتلاوة القرآن الكريم بعد أن كانت رغبة والده في أن يكون لاعب كرة قدم. مضى الشيخ الكندري في طريق القرآن وأما المصلين وعمره لم يتعدى 14، وختم القرآن الكريم بعدها بسنة واحدة فقط على يد الشيخ رشاد بن محمد سيد أحمد علام. حقيقة كنت من أسرة غير متدينة، يعني بعض الناس يعتقد أنه من يريد أن يحفظ القرآن يجب أن يكون أبوه شيخا وأمه داعية إلى الله سبحانه وتعالى. أنا كنت من أسرة عادية جدا، وكان طموح والدي أني أكون لاعب كرة قدم، ما كان طموح أني أنا أحفظ القرآن، ولا في باله ولا أحد من أسرتنا أصلا متوجها إلى حفظ القرآن. ففي يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى أعطاني صوتا جميلا ولكن لا أستخدمه في القرآن. كنت في الثاني متوسط أو ثالث متوسط، في حصة الترتيل كان أحد المدرسين وهو صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى بأن ألجأ إلى رحلتي مع القرآن الكريم، في حصة الترتيل جاء الدور علي فأنا أقرأ القرآن من غير تجويد، من غير تجويد أبدا، ولكن بصوت جميل. فهذا المدرس أستاذ سليمان الشريدة في المتوسطة أبو عبد الله قال يا فهد ليش ما تحفظ القرآن؟ قلت له يا أستاذ أنا والدي يريد أن أكون متفوقا دراسيا ويريدني أن أكون لاعب كرة مشهور، فما عندي وقت أن أوفق بين النادي وبين الدراسة، والآن تقول لي يعني أنك تحفظ القرآن؟ قلت ما أستطيع حقيقة يعني. فالمدرس قال يجب عليك أن تحفظ القرآن، أنا أرى فيك يا فهد أنك بإذن الله سوف تكون من القراء المعروفين في قراءة القرآن الكريم. قلت له أنت تحلم يا أستاذ. فقال أنا ما بي منك إلا في كل فرصة من الفرص في المدرسة تأتي إلي ونقرأ مع بعض القرآن ونحفظ سورة من القرآن المقررة عليك أنك تشارك في مسابقة التلاوة، هي سورة الشورى. قلت له تمام. فكل يوم فرصة، وهذا طبعا إشارة أن المعلمين لهم دور مهم جدا في تنمية مواهب الطلبة عندهم سواء في القرآن أو أي مجال آخر. هذا المدرس رأى فيني أن أكون حافظا للقرآن، فكنت أحفظ معه سورة الشورى، ولله الحمد بعد تقريبا أقل من 10 أيام حفظت سورة الشورى كاملة، ووالدي ووالدتي لا يعرفون هذا الخبر أبدا. بعد أن أتممت حفظ سورة الشورى اتصل هذا المدرس أستاذ سليمان حفظه الله على الوالد رحمه الله، فقال يا أبو فهد يعني أريدك أن تأتي إلى المدرسة. فأتى الوالد إلى المدرسة خايف أنه فهد يمكن يكون مشاغب أو شيء، فقال ترى ابنك ولله الحمد بدأ بحفظ القرآن وحفظ سورة الشورى كاملة. طالعني قال فهد؟ قال نعم فهد حفظ سورة الشورى كاملة. فبدأت أقرأ والوالد يسمع لي، انبهر الوالد أني أنا حفظت، وقال المدرس يعني ما كان طموحي أن ابني يحفظ القرآن، وأنا أعتقد أن هذه يعني تكون يعني شيء من البداية وممكن تنتهي بعد أيام، أنا أعرف فهد لا يريد أن يحفظ القرآن. فقال المدرس يريد أن يحفظ القرآن، ولكن يا أبو فهد أريد منك طلبا واحدا، نريد أن نأتي بشيخ متقن حق لفهد الكندري بحيث أنه يحفظ معه القرآن فهد ابنك. فقال الوالد تمام بإذن الله عز وجل نبدأ بحفظ القرآن مع فهد. من هذا الوقت ولله الحمد بدأت بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، بسنة وسبع شهور حفظت القرآن الكريم كاملا على يد شيخي رحمه الله الشيخ رشاد سيد أحمد علام وهو من طنطا، حفظت القرآن عليه كاملا ولله الحمد. الإشارة عندما حفظت القرآن والدي كان قبل حفظ القرآن يصلي كل فروضه في المسجد في البيت، ولكن بعد أن حفظت القرآن والدي أصبحت كل صلاته في المسجد، أصبح حمامة مسجد كما يقولون. ووالدتي كانت غير محجبة، الآن هي منقبة، وإخواني من بعدي حفظوا القرآن. لذلك عندما نقول كتاب أنزلناه إليك مبارك، فعلا هذا القرآن مبارك غير كل حياتنا. عمري 15 سنة حفظت القرآن، عمري 16 سنة أصبحت إمام مسجد الدولة الكبير ولله الحمد والمنة إلى يومنا هذا. عندما حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى أصبح عندي همًا أنني ليس فقط أن أكون حافظًا للقرآن فحسب، ولكن أريد أن أكون ماهرًا في قراءة القرآن. عندما قرأت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة أصبح عندي هاجسًا، رغبة مشتعلة داخلي، أريد أن أكون من القراء المعروفين الذين لهم أثر، ليس فقط أن أقرأ القرآن بصوت جميلًا، ولكن عندما أرى كل من يسمعني من الشباب والنشء
يحذون حذو فهد الكندري ويسمعون منه القراءة فيتعلمون منه القرآن الكريم. ولله الحمد أصبحت إماما. كان قدوتي في القرآن الشيخ سعد الغامدي والشيخ محمد أيوب، كنت أذهب إليهم. كان والدي رحمه الله، والدي توفى طبعا صغيرا عمره 43 سنة، وأنا أكبر واحد من إخواني. الإشارة أنني عندما حفظت القرآن ووالدي توفي، القرآن هو من ساعدني في تربية أخواني من بعد والدي، وهو من ساعدني بأن أصل إليهم. الحمد لله كلهم أصبحوا في الجامعة وكلهم تزوجوا، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ذلك القرآن الكريم. أصبحت حياتي كلها مباركة، كل الناس تحترمني، أتصدر المجالس، أتصدر الأماكن، المحاريب. كل هذا ليس لسمعة فهد ولا لاسم فهد ولا لعائلة فهد، بل هو حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. كان والدي يشجعني، وهذه إشارة إلى كل ولي أمر يسمعني الآن في هذا اللقاء، أنت تستطيع أن تكون مع ابنك في حفظ القرآن ورحلتك مع القرآن. والدي عندما رآني أحفظ القرآن بإتقان، كل ما أريده في حياتي يحقق لي الوالد. أقول له يا بطل أنا متأثر بالشيخ سعد الغامدي في الدمام، يأخذني من إيدي ونروح نبحث عن سعد الغامدي، نجلس مع الشيخ، يا شيخ سعد ترى ابني متأثر فيه، كنت صغير جدا، فالشيخ سعد أعطاني نصيحة وبدأت بحفظ القرآن على صوت الشيخ سعد الغامدي، حتى ختمت القرآن الكريم على صوته. دارت الأيام كنا نصلي مع بعض، الآن إحنا أصحاب أنا والشيخ سعد الغامدي ولله الحمد. شيخ محمد أيوب يوم الحرب المدني كنت أسافر إليه أنا والوالد كي يحقق الوالد أمنية فهد بأن يجلس مع هؤلاء، حتى وصلت ولله الحمد والمنة إلى هذه المرحلة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص لي كل أعمالي في القرآن. عندما نقول القراء الآن أصبحوا نجوم وتصدروا الفضائيات، وممكن بعض الناس يستغرب أن نقول عنهم نجوما، يجب علينا أن لا نستغرب، فهذا هو مكانهم الحقيقي، هم يجب أن يتصدروا. لذلك عندما نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لهم شأن خاص، هم نجوم عند الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يقول هم أفضل العباد عندي، هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. الله سبحانه وتعالى يقول عن قارئ القرآن أن القرآن يأتي شفيعا له يوم القيامة، يقول عنه أنه مع السفرة الكرام برر، يقدم في كل شيء، يرفع الله بهذا الكتاب أقواما، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل. فهو في 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 أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، بين أن وضع حافظ القرآن وقدر حافظ القرآن أن يكون في أعلى المراتب في الدنيا وفي الآخرة. لذلك اليوم عندما نرى القراء في الفضائيات ونراهم عندهم برامج، ونرى عندهم ما شاء الله يعني أمور كثيرة، من قراءة قرآن، من دروس علمية في القرآن، من صلوات تنقل على الهواء، هذا هو مكانهم الحقيقي. اليوم لماذا يتأثر الولد سواء بمغني أو يتأثر بممثل أو يتأثر بلاعب كرة ويتأثر بكل تاريخه؟ الأولى أن يتأثر بحافظ القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي، ولكنه كان يبحث عن المهرة وعن من أتقن القرآن في أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تجد النبي صلى الله عليه وسلم من بين كل الصحابة يقول عبد الله مسعود تعال رضي الله عنه وأرضاه اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل. شوف جعله نجما، شوف ردا على الكلام، جعله نجما من بين الصحابة، قال اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ حتى وصل من سورة النساء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فذرفت عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إتقان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وصوته الجميل. عندما كان يمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بيت أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل صاحب الصوت الجميل، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم في ثاني يوم، فيقول يا أبو موسى لقد مررت عند بيتك وسمعتك تقرأ من القرآن بصوتك الجميل، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك كنت تسمعني لحبرته لك تحبيرا. شوف نجوم. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه يبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبي، قال نعم، قال الله، انظرها، قال الله أمرني أن تقرأ علي أن أقرأ عليك القرآن، الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال يا رسول الله الله سماني عندك؟
الله سبحانه وتعالى ذكر اسمي، قال أبي أنت تقرأ عليه القرآن؟ قال نعم. فلم يستطع أن يتمالك نفسه أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو قدر حافظ القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قدر حافظ القرآن عند الله سبحانه وتعالى. فمن باب أولى هم يتصدرون الفضائيات ويتصدرون المجالس ويتصدرون المحاريب. أقرأ عليكم آية من القرآن يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وأفضل، أن بهذا القرآن إذا لجأنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبرنا هذا القرآن وعملنا بهذا القرآن سوف تكون حياتنا بإذن الله قويمة ومرتفعة ومهدية ومباركة. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. شارك الشيخ فهد الكندري في العديد من المسابقات القرآنية في الكويت وفي دول إسلامية أخرى، ونال المركز الأول مرات عدة في مسابقات أمير الكويت من فئة 5 أجزاء إلى فئة 25 جزءا، وهو بذلك واحد من القراء الذين يجيدون التلاوة بقراءات مختلفة. عشق الشيخ فهد الكندري للقرآن الكريم بالإضافة إلى جمال صوته وموهبة فذة أظهرها في التلاوة أهلته ليكون إماماً لمسجد الدولة الكبير في الكويت، أحد أكبر مساجد دولة الكويت. أنواع القراءة تختلف من مصر وتختلف في تونس وتختلف في المغرب وتختلف عند دول الخليج. نحن في دول الخليج غالباً نقرأ الترتيل كما قرأت عليكم، نقرأ بقراءة الترتيل كقراءة الصلاة ولا نقرأ بقراءة التحقيق كما يقرأ بها الشيخ عبد الباسط والحصري والمنشاوي. بعض الناس يعتقد أن المقامات سواء النهاوند أو الرست أو البياتي أو الحجاز أو الكرد فقط يقرأ في قراءة أحبابنا القراء في مصر اللي هو قراءة التحقيق والتجويد، هي قراءة الحفلات. لا، اليوم حتى في قراءة الترتيل أنا قرأت عليكم قبل قليل في مقام الحجاز، وأستطيع أن أقرأ في كل مقامات وأنا أقرأ في الترتيل. فلهم طريقتهم ولنا طريقتنا، ولكن كل هذه الطرق جميلة ورائعة في قراءة القرآن الكريم.
في بعض الناس يتكلمون، هم عوام الناس الذي لا يعرفون يعني إتقان المقامات، معرفة القراءات، يقول هذه قراءة الحرم مثلا: الحمد لله رب العالمين مثلا، هذه قراءة تسمى بمقام الرصد، ولكن يقرأوها أكثر أهل الحرم، شيخ زديس والشيخ شريم. مثلا قراءة البيات يقرأها الشيخ محمد أيوب في الحرم المدني: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه قراءة البياتي. واحد يقرأ مثلا بقراءة الصبا الحزين، القراءة الحزينة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه قراءة المقام الصبا وهو الحزين، يستخدم في الآيات، يعني آيات النار وآيات العذاب. واحد يقرأ بقراءة مثلا النهاوند: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه قراءة النهاوند. هناك مقامات كثيرة، بعض الناس يقول يجب علي أن أعرف أسماء هذه المقامات حتى يعني أقرأ، أنا أقول لا، هي بالتلقي، إحنا ما تعلمناها أصلا، ولكن عندما تتعلمها تعينك على القراءة وتفرق كيف قراءة الأحكام وكيف قراءة عن أهل النار وعن الجنة، تفرق بين هذه وهذه. الشيخ محمد أيوب يقرأ بكل المقامات، ولكن تسأل عن المقام ما يعرف. الشيخ المنشاوي علمت وسمعت أنه يقرأ بكل المقامات، ولكن لا يعرف أن هذا نهاوند وهذا حجاز وهذا صبر وهذا. هو ليس شرطا أن تتعلم معناهم واسم هذا المقام، ولكن الشرط عندما يكون عندك صوتا جميلا يجب عليك أن تعرف كيف تقرأ عن النار وكيف تقرأ عن الجنة. وأنا أعلم الآن ابني وأعلم أحبابي اللي يقرؤون علي القرآن كيف يفرق بين قراءة الآيات: القصة لها طريقة، الجنة لها طريقة، النار لها طريقة، الأحكام لها طريقة، وهكذا. هو اليوم عندما نتكلم عن الحرمين، الحرم المكي والحرم المدني، هو يعني نبراسين للإسلام، الحرم المكي والحرم المدني. وكل من يقرأ في الحرمين يكون هو أشهر من يكونون هم من أشهر القراء، كون أن كل المسلمين في العالم يصلون خلفهم. طبعا ساهموا. اليوم أنا تأثرت، أقول لك، في الحرم المدني بالشيخ محمد أيوب، تأثرت بقراءته. الشيخ علي عبد الله جابر رحمه الله تأثرت بقراءته، وهو إمام الحرم المكي. الشيخ الحذيفي إمام الحرم المكي تأثرت بقراءته. الشيخ شريم تأثرت بقراءته. فهم ساهموا في انتشار القراء. شيخنا، وهذا الكلام لأحبابنا المشاهدون الأحباب، لا يمكن أن يأتي قارئا يحفظ القرآن أو يريد أن يكون ماهرا في القرآن إلا وتأثر بشخص. يعني اليوم هذا البرنامج قابل كل القراء، لو سألتم كل القراء يقول لك تأثرت بفلان، وأنا أقول لك تأثرت بالشيخ سعد الغامدي حفظه الله، والشيخ محمد أيوب حفظه الله، والشيخ محمد عمران المصري رحمه الله تأثرت بهم. فنحن نتأثر بالحرمين ونتأثر بالقراء أحبابنا، سواء الشيخ محمد البراك. تعرف الشيخ محمد البراك كان صغيرا يصلي في هذا المسجد، المسجد الكبير، وهو أكبر مني بسنة. يعني لولا الله سبحانه وتعالى ثم وجود هذا الشخص لما أردت أن أكون ماهرا، كنت أنافس هذا الشيخ الحبيب حفظه الله حتى أصبحت قارئ للقرآن، وهو من أعلام القرآن الشيخ محمد البرك حفظه الله. مثلا نقرأ عن البشارة وبشارة أهل الله سبحانه من الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة: بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
هذه قراءة الله سبحانه وتعالى يبين فضل أهل الجنة وفضل أهل الإيمان كيف يأتون إلى الله سبحانه وتعالى زمرا. قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، الملائكة يرحبون بأهل الجنة حتى يدخلوا الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى وأعلى مراتب الجنة بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آيات فيها نوع من الوعيد، وآيات فيها عندما تقرأ أواخر سورة القيامة آيات تهز الأبدان. يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.